السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نصور لكم البحر، لا بلاج ما شاء الله مع الغروب ديال الشمس. هايل، زوين بزاف. نحرك لكم بزاف مع الغروب ديال الشمس. هذاك الشيء علاش انا بغيت نصور لكم الغروب ديال الشمس، و صراحه زوين بزاف. بينا ليه مع تقريبا بيت ليه مع ديك 3 ولا شنو هي العشيه صافي. وبغيت انا نشارك معكم هاد اوبا يعني زوين بزاف هاد لابلاج، راه ديال الصخيرات اللي كيعرفش الصخيرات الخريطة الرباط. صخيرات تمارة، حتى الغروب ديال الشمس كيجي غزالة البنات والله صدقوني. جميل جدا. مازال الناس باقي، يعني راه قريب المغرب دابا، راه الشمس قريبة تروح، ومازال الناس كيتمتعو الوقت ديالهم. الإنسان يحاول صراحة الله يوفر الوقت ويخرج ويبقى حتى الغروب الشمس، لأنه كيجي جو زوين ومنظر رائع. ما شاء الله. يا بنتي راه بعيده في الجبل، انا ما بغيتش نشوف الناس. مازال كتبقى مازال ما شبعات. زوينه البنات بزاف هاد لابلاج هذا، ونقي يعني اللي جاي لي راه عارفه، واللي ما جاش لي راه زوين بزاف وكبير ما شاء الله. كيما قلت لكم الاهم هو نقي، والله العظيم زعما يعجبكم الحال الا جيتو ليها. كان خير بلاصه، راه جيت انا جيت ديال الصخر. اي ما شاء الله بنتي، راه دارت صحابات راه داخله معاهم هي. فاطمة الزهراء بحر، شوف المواج كيف جاي باين على الطرفية تهزكني. غروب الشمس، ما أروع غروب الشمس. لا بلاج بزاف بزاف البنات، شهيدكم يعني. يلا البنات، انا بغيت غير نوريكم يعني كل حاجه اللي انا كتعجبني راه كنوريها لكم. داكشي اللي قلت لكم زعما اللي يجي لابلاج يحاول يبقى حتى الغروب الشمس، كيجي منظر زوين وشوفوا لي زوين بزاف. يلا الى عجبكم قولوا لي، ضروري بت علي قولوا لي كيف جاكم لابلاج الصخيرات. راه عامر البنات، راه شفتكم على بعد الناس يعني عامر. شوف دابا شحال من الساعة والشمس راه تقريبا قريب المغرب دابا، ومازال ما شاء الله عامر. أما قبيلة فاش جينا مع الثلاثة لقينا عامر.
فاطمة الزهراء ديالي. كي دايرين؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان، الامور هانيه، ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير، اموركم هانيه، العواشر مبروكه، ان شاء الله تكون دوزتوا العيد مزيان يا ربي والامور هانيه. شكرا لكم البنات بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي تقولوه في التعاليق عندي، شكرا بزاف. وهذا الفيديو هذا ما كاينش فيه حتى شي وصفه، فيه فقط خرجنا نغيروا شويه الروتين ديال العيد، مشينا للبحر وعاوتاني خرجنا يامس يا ربي، مشينا في العشيه للبحر، وهاد العشيه هادي خرجنا فقط واحد الجريده زوينه البنات. ها هي ليا كاينه بنتي هنا كتلعب، يعني الجو زوين بزاف البنات في الليل، صدقوني زعما رائع. نتمنى تكون دوزتوا العيد مزيان ان شاء الله يا ربي، وتكونوا بخير وعلى خير، واموركم ان شاء الله كامله تكون مزيانه. انتما كيف ما تشوفوا كلشي زوين الحمد لله، الجو زوين، كنصور مع الجريده حدايا الحمد لله، يعني كنخرج ليها هكا مره مره. انا عزيز عليا الحقيقه هاد الطبيعه بحال ما هكا، والجو يعجبني هكا اكثر من الزحمه بزاف، ما كتعجبنيش، ما كنرتاحش ليها. فاطمة الزهراء نوضي تلعبي، مشات عليك صاحبتك بنيتها كتلعب معاها، مشات يلا لعبي، مشات صاحبتك البنيته كتلعب معاها ومشات لدارهم. هو بقينا حنايا وصافي البنات، كما قلت لكم غيروا الروتين وان شاء الله يكون كل شيء مزيان وداز العيد مزيان، وان شاء الله يكون ما اثرش عليكم الحمد ديال العيد كما نقولوا ان شاء الله. هو الشيء اللي كاين كما قلت لكم الفيديو ما فيه حتى شي وصفه، فقط بغيت نشارك معكم حتى انا كل شيء اللي كندير، وإلى فيديو آخر بإذن الله البنات.